يا رب تكون بخير. طبعا الفيديو دوت هنتكلم فيه عن ان الزمالك كسب نقطه من مباراه المقاولين، لان الزمالك المفروض على الفرص يخسر 3-4، وانت انا زملكاوي واهو يعني بتشرف ان انا زملكاوي، لكن اللي بيحصل ده اسمه يعني مش عارف اسميه ايه بالظبط من فيريرا. هنتكلم في الفيديو دوت على ليه الزمالك بيحصل فيه الكلام ده، وليه الزمالك بقاله كام ماتش بيكسب، واذا كسب بيكسب مفيش ثبات في المستوى، وفي المقابل برضو النادي الاهلي بكولر النهارده وقدام سموحه، هل سموحه بقى عقده للنادي الاهلي ولا النادي الاهلي مش فايق ولا تاليف كولر؟ المهم اسمع الفيديو للاخر وخليك كده معلم، وما تنساش باللايك والشير وكومنت والضغط على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اسمع الفيديو للاخر وشوف هل انا كلامي صح ولا غلط. بدايه هنروح لفيريرا. فيريرا عنده اوراق كتير جدا، زمان السنه اللي فاتت ما كانش عنده، كان بيعاني من نقص في العدد ونقص في الصفقات. مرتضى منصور جاب له لبن العصفور، عمل له صفقات ما كانش يحلم بيها، اللي طلبه جه، فمالكش حج، مالكش اي حج. لكن اللي بيحصل منك ده اسمه عند. يعني مثال، شفنا نيمار وزيزو لما زيزو بيلعب في اليمين، وكان سيد نيمار لما بيلعب بثلاثة أربعة ثلاثة، كان زيزو كان راس حربة الجزيري أيام أشرف بن شرقي الله يمسيه كل خير. ما كانش أشرف بن شرقي، جالك واحد لعيب قوي اسمه مصطفى شلبي. مصطفى شلبي هيغطي الكلام ده كله وهيساعدك في المكان ده كله، وما شاء الله موهبة ويقدر يستحوذ وبيقدر تهديف ويقدر يصنع كمان، بيعمل كل حاجة في الكورة. مصطفى شلبي مش موجود، يبقى الاكتشاف الجديد، الستايل الجديد، القوة الضربة الجديدة يوسف أسامة نبيه. في المكان ده أنت ما عندكش مشكلة، لكن أنت لازلت بتعند، اللي هو إيه؟ إن شوية زيزو يمين شويه شمال شويه تأليف وعدم ثبات في التركيز. واهم حاجه يا جماعه، في اي حته في الدنيا ليفربول بيثبت تشكيله، ليفربول بيكسب بطريقه معينه، اذا عنده اصابات عنده غيابات بيضطر الى انه يغير طريقه لعبه ويغير في التشكيل ويغير في طريقه اللعب. لكن لو لعبته موجودين بيبقى بثبات تشكيل معروف، ارنولد قدامه صلاح على طول تمام، اذا كان بيلعب 3 4 3، وعلى طول اذا كان روبنسون قدامه دياز والله يمسيه بالخير مانيه. ففي شكل معين، يبقى الثلاثه اللي قدام اللي كان بيلعب مثلا في ليفربول صلاح فيرمينو كان مانيه او دياز حاليا، ففي شكل معروف هو ده المفروض يلعب بيه، والمفروض يثبت تشكيله، والمفروض اللعيبه يعني تعرف بعضها ويبقى في ثبات في التشكيل، واللعيبه تحفظ بعضها وجمل تتلعب. لكن انت ما عندكش اي جمل، مع احترامي يوسف حسن اللي انت بتلعبه بقالك اكتر من ماتش وبتستحمله ومديله فرصه ويبدا، مع احترامي الشديد نادي الزمالك اذا مش الجزيري اكينولا، واكينولا يوم ما انت لعبته وجربته اول ماتش لعبه الراجل جاب لك بهدف في مهاره، مش كره واقعه من الجول، لا ده رقص ووقف وبالشمال، ولاعيب حتى ما بتشوف الوقت القليل لمساته حلوه، ليه ما بتعتمدش عليه؟ مع احترامي الشديد يبقى انت في مشكله فيك انت. زمان السنه اللي فاتت ربنا كسبنا الدوري بدعاء الوالدين وعواد رقم واحد بعد ربنا سبحانه وتعالى، وما ننكرش محمد عواد السنه اللي فاتت شال فرص ما تتشالش، والسنه دي برضه في اكتر مباراه لولا تألق عواد الزمالك هيطلع خسران في اكتر من مباراه. فاللي بيحصل عندك ده تأليف، لازم تلعب ب 3 4 3 او 3 5 2 اذا انت عايز، لكن 3 ورا اذا كان هيبقى طبعا عواد الله يديله الصحه والعافيه، عواد قدامه 3 اذا كان الزناري، اذا كان حسام عبد المجيد، اذا كان مين تاني يا جماعه؟ محمد عبد الغني. حلو الكلام، دول الثلاثه اللي ثابتين ولا حد ما ربنا يديله الصحه والعافيه. مين؟ الونش او المسلوس يرجع، المسلوس مالوش في الهجوم يلعب، المهم الثلاثه اللي ورا لازم تثبتهم، عندك كتير تقدر تختار منهم الثلاثه. لو لعبت ب 3 4 يبقى لازم تبدا بسيف نيمار. سيف نيمار الوحيد اللي وقعد علي معلول، اللي وقف علي معلول ده في انه يهاجم وانه يدافع، وعمل جبهه قويه جدا. فاكرين ماتشات اخر ماتشين الاهلي والزمالك؟ مش كان علي معلول ازاي في ماتش 2-2 وماتش الزمالك في الكاس 2-1، شفتوا سيف نيمار كان عامل ازاي يا جماعه؟ جبهه قويه جدا قدام زيزو. زيزو ما ينفعش يلعب في غير في اليمين مهما حصل، وزيزو نفسه يمسك كره مره ما يجريش بيها، مره يلعب وياخد ال1 2، لكن زيزو لازم يمسك ويجري في كل كره، وده غلط. انت بتموت نفسك، بتبطئ الهجمه، في حاجات كتيره انت بتعملها زيزو، مش معقوله زيزو يمسك الكره يعمل كل حاجه، لازم يمسك ويجري. في مره امسك واهو حلو انك عندك المقدره، بس امسك وباصي، امسك واصنع، اعمل 1 2 او 1 3 او اخد الكره، لكن مش كل كره يا زيزو تمسكها. ومع احترامي شد عند فيريرا انه يوديك في الشمال، ايه العند بتاع فيريرا انه يوديك في الشمال؟ ليه توديك في الشمال؟ انت يا جماعه ما ينفع، يعني محمد صلاح يعني ينفع توديه في الشمال وربنا ما يلعب بدولار او بجنيه؟ هو كده قدرات ربنا مديك المكان ده
عشان تبدع فيه، موهبتك طلعت في ده، زي ما يوسف اسامه نبيه في الجناح اليسار، قد ايه الواد لعيب، قد ايه عنده مقدره، قد ايه ستايل طول بعرض بثقه وصاحب قرار. انا بحب اللعيب اللي صاحب قرار، اللي بيقدر ياخد موقف، ازاي يقدر يشوت، ازاي يقدر يلعب، هو ده اللعيب الكبير اللي صاحب قرار، امتى يلعب وامتى يشوت وامتى يطنش اللي جنبه وياخد الكره ويروح، دي قدراته وامكانيات. فانت عندك الشمال موجود، قلت لك سيف الدين الجزيري ما حدش يقعده، اذا تعبان اكينولا، وانا عارف ان في عصابه قدام في نادي الزمالك ما بتلعبش اكينولا، اكينولا بيشحت، يعني سيف الدين الجزيري شويه كمان حافظهم بيلعبوا له شويه، لكن اللعب كله لازم زيزو اللي يبصم، زيزو اللي يباصي، زيزو اللي يرفع، زيزو اللي يشوط، وشويه امام عاشور. بنستنى الحلول كلها في رجل شيكابالا، شيكابالا لعيب كبير جدا ومؤثر لما بينزل، بس ما عادش ربنا هيعمل معاك كده بقى، لان انت عندك دكه بدلاء قويه جدا، وعندك مش زي السنه اللي فاتت او اللي قبلها ما كانش عندك، خلاص ما كانش عندك لعيبه، ده انت عندك فرقتين، لكن انت عندك لازال مستمر، اصرارك على الغلط، اصرارك على انك تودي زيزو، اصرارك على انك ما تبقاش في ثبات للتشكيل، اصرارك على الدفع بعمر جابر في اليمين ومش عارف فايدته ايه عمر جابر، مع احترامي الشديد عمر جابر وجوده زي عدمه، مش هو ده اللعيب اللي هنقدر نستفاد منه او يفيد نادي الزمالك، شيء سيء جدا اداء، ولا ما شفناش حاجه. نادي الزمالك النهارده الشوط الاول يخلص 3 4، النهارده نادي الزمالك ما فيش، النهارده نادي الزمالك كان بيلاعب المقاولين، بيلاعب الحظ والزمالك، النهارده المقاولين بيلاعب الحظ والزمالك ثم عواد، يعني لو بصينا النهارده للمقاولين اضاع يا جماعه فرص، كله فرص انفرادات وفرص ما تضيعش الماتش، انا كزملكاوي نخسر 4-5 ليه؟ لان في رعونه، في عدم ثبات، لعيبه مش حافظه بعضها، كل شويه يقرف، نص ملعبك معروف مفيش فيه كتير، لو هتلعب ب3-5-2 او 3-4-3، اللي في نص الملعب لازم امام عاشور والسيسي، لازم مع احترامي الشديد، يعني امام عاشور معلم عنده، يقدر يديك قدام، يقدر يزيد، يقدر يساند الجبهه الشمال اللي فيها، اذا كان هيبقى فيها مصطفى شلبي او يوسف اسامه نبيه بيقدر يساعده في الشمال، وثابت السيسي في النص، في اليمين كذلك عندك جبهه قويه يوسف نيمار وقدام زيزو، وهو ده اللي المفروض يحصل، اذا ما كانش الجزيري يبقى اكينول، لكن تاليفك ده ما فيش منه فايده، ما فيش، مع احترامي الشديد رؤى نفس دونجا، عندك 5 6 لعيبه شبه بعض، تنتقل الاثنين الجامدين اللي هم امام عاشور والسيسي، اذا عايز بدلاء يبقى دونجا ثم رؤى، هو ده النظام المفروض اللي يلعب بيه، ويوسف حسن مع احترامي الشديد ما ينفعش خالص، ده يبقى بديل لما تبقى انت الماتش سهل، ماتش انت محتاج خلاص ضمنت نتيجه تبدا تنزل لعيب، ما تنزلوش تموته، مع احنا لو عندنا فريق قوي في الدوري قسما بالله يعلم على الاهلي والزمالك، احنا ما عندناش كوره، الفرق كلها دي شايفين، الزمالك بيكسب بطلوع الروح، الاهلي بيكسب في الدقيقه 97 والنهارده بيخسر نقطتين، الزمالك اهو عمال يتعادل، ليه؟ لان مفيش كوره، كله شبه بعض، ولو الفرقه بتلاعب فرقه ذات شخصيه لا هتعمل فيك كتير. فالنادي الزمالك النهارده كسب نقطه والمقاولين خسر نقطتين، المقاولين المفروض يطلع كسبان النهارده، وانا الزمالكاوي بقول المفروض المقاولين يطلع كسبان 3-4 اقل شيء، نادي الزمالك ما عملش اي حاجه تذكر بسبب عند فيريرا واستاذ فيريرا على التشكيل الخاطئ اللي دايما بيعتمد عليه، ودايما بيعتمد على التوفيق بتاع ربنا ونعمه بالله، بس الحظ مش هيديك على طول، الكوره للعرق والتشكيل، ثبت تشكيلك وانت هتبقى هتكسب، ولعيبه هيطلع اللي عنده. فده ماتش الزمالك والايه والمولي. لو رحنا الاهلي وسموحه، الاهلي نفس القصه يا جماعه، الاهلي خارج الخدمه، لو بصينا هنتكلم الشوط الاول فرصتين ثلاثه للانفرادات لسموحه، هل الاهلي خلاص ما عادش بيعرف يلعب سموحه؟ هل الاهلي هيخلق له عند قدام سموحه؟ لان كولر مستمر برضه على التاليف، كولر مش واثق في اللعيبه، كولر مش واثق في امكانيات لعيبته، كولر كل شويه يالف، مره نشوف محمد شريف اللي انا شايفه، النادي الاهلي محتاج راس حربه، لازم راس حربه 9 صريح، 9 يخلص، 9 بتاع التخليص، 9 قوي التحامات، كرات عاليه، ده مش موجود في النادي الاهلي. ده عشان نبقى متفقين، برونو سافيو انا اسف برونو سافيو طري، ما ينفعش الدوري بتاعنا، مع احترامي. مع احترامي الشديد برونو سافيو مش ما يليقش بينا، واذا كان برونو سافيو هيلعب مركز 10 يبقى لا انا عندي قفشه احسن منه، قفشه لعيب كبير وعنده رؤيه وعنده امكانيات وفاهم الدوري المصري ولاعيبه ازاي احسن من برونو سافيو، عشان نبقى متفقين. حسين الشحات انا بسالكم بالله عليه العظيم، انتوا زملكاويه او اهلاويه، حسين الشحات اللي مكسر الدنيا في الفتره الاخيره ازاي اقعده؟ حسين الشحات لما بيبقى فايق محدش يقدر يقعده اطلاقا اطلاقا، فانت ليه مقعد حسين الشحات؟ وليه كل شويه تشكيله اربعه قدامه غير بعض؟
مره تلعب بشاد حسين، مره تلعب محمد شريف، مره تلعب بقفشه جنبهم، مره تغير الثلاثه وتحط ثلاثه. ايه التاليف ده؟ لازم يا جماعه اساس انك تنجح ثبت تشكيلك كويس، لازم ثبات التشكيل، وده اللي بيحصل ما بيحصلش من الاهلي. وكولر بيالف بينزل لك حسين الشحات الدقيقه 79، طب انت 10 دقائق الواحد على ما يعرق هياخد ربع ساعه، الماتش خلص. وشوفوا حسين الشحات لما نزل عام كام كوره مؤثره. الراجل ده بيالف، الراجل ده بيالف، والتاليفات اللي بيعملها دي اكبر غلط. النادي الاهلي لازم يكون عنده ثبات تشكيل، ومع احترام السليه ما بيديش الا اذا وراه ديانج. ديانج ده لازم يتحط قبل الشناوي، ديانج وجوده قبل الشناوي، ديانج لازم يكون في الملعب اذا السليه موجود، لان السليه مع ديانج غير السليه مع حمدي فتحي. حمدي فتحي ما بيلعبش الكوره للورا، حمدي فتحي برضه مش بقوه زي يبقى ظهرك مسنود ان 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 السليه يقدر يبدع قدام، يقدر يزيد قدام، يقدر يكون في قوه قدام، ما فيش. ومع احترامي الشديد عشان نبقى متفقين، بديل اكرم توفيق لا يوجد بديل لاكرم توفيق. انا عامله العنوان في الفيديو، لا يوجد بديل اكرم توفيق. محمد هاني مع احترامي الشديد لعيب غير خالص، ما عندوش اي امكانيات دفاعيه ولا هجوميه، حتى لو لعبته سيرت باك مفيش، لو لعبته مفيش، لو لعبت كريم فؤاد اللي احنا قعدنا نطبل له والموسم والمدرب، لا يا جماعه احنا مشكلتنا اعلامنا ما عندوش فكره، اعلامنا بيطبل. كريم فؤاد جاب ماتشين هدفين ثلاثه ورا ماتشين طبلنا، كريم فؤاد فين دلوقتي؟ احنا اللي بنموت اللعيبه، اعلامنا الفاسد او الفاشل، انا اسف في التشبيه، اعلامنا الفاشل هو اللي بيموت اللعيب. كريم فؤاد امكانيات كويسه لكن طبلنا له بزياده، كريم فؤاد نايم. ومع احترامي الشديد كولر كل شويه يالف، كل شويه فرقه غير الفرقه، الاربعه اللي قدام غير الاربعه بتوع كل ماتش، مره يلعب بشاد حسين راس حربه، مره يحطه جناح، مره يحطه، يا جماعه في لخبطه، في لخبطه. ومع احترامي الشديد فعلا طاهر محمد طاهر مؤثر جدا، طاهر محمد طاهر ده لعيب كبير جدا، وما حسيناش بيه الا لما كان بيلعب ورا اكرم توفيق، فاكرم توفيق هيبقى مشكله جدا في دفاعات النادي الاهلي، المكان ده مش موجود، المكان ده مش، يا اما بقى ترجع خالص تلعب ب 3 4 3 او 3 5 2 برضه، نفس الفكره، الثلاثه اللي ورا يكون دفاعات بحت، وتشوف ثلاثه سد باكات، هيبقى محمود متولي مثلا اكيد، محمد عبد المنعم اعلى مدافع في مصر، محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم، محمود متولي، والثالث معاهم مين؟ علي معلول، او ممكن تثبت واحد ثاني. المهم لازم يكون في ثلاثة ورا، وتلعب بقى ايه؟ ثلاثة في أربعة بنص ملعب وثلاثة قدام، أو ثلاثة خمسة تمن نص ملعبك واثنين قدام. فاهمني؟ فالفكرة مش في كده، الفكرة إن كولر كل شوية بيغير. كولر كل شوية بيلعب في الأوراق وده غلط. كولر مش واثق في لعيبته. أنا ده اللي أنا واثق فيه، إنه ما عندوش ثقة في لعيبته، إنه بحس إنه كل مرة يغير. حسين الشحات تألق جدا في الفترة الأخيرة وبدأ يرجع لمستواه يقعده. وبعدين محمد شريف يلعب ينزل يجيب جول يقعده. ومره يبدا بشاد حسين، مره يحط برونو سافيو راس حربه، مره يحط برونو سافيو مركز 10، مره يحط قفشه مكان برونو سافيو، جنننا كولر، كولر جاب لنا جنان، ده تاليف، تاليف. والنادي الاهلي مش في الماتشات الاخيره ماتشين تعادل وماتش كاسب في الدقيقه 96 97، يعني النادي الاهلي ممكن خسران، ممكن نقول خسران لو الماتش ده كان خسران 6 بونت في اخر 3 مباريات، وده بسبب كولر، عدم ثبات التشكيل بالنسبه للزمالك وبالنسبه للنادي الاهلي مشكله كبيره، لازم يثبت تشكيله، ودي مشكله كبيره كولر، فتاليف كولر هو اللي عمل كده، وسموحه كان راكب المباراه وكان ممكن يخلص المباراه، لولا اللعيبه اللي بتتخض قدام ما بتشوف الشناوي، في لعيبه كده لما بتشوف الشناوي بتتخض. فالنهارده نادي الزمالك بيخسر يخسر بسبب فيريرا، والنادي الاهلي بيخسر نقطتين بسبب تاليف كولر والتشكيل الخاطئ، والنادي الاهلي في الفتره الجايه هيعاني من غياب قلنا اكرم توفيق اللي ربنا يشفيه ويعافيه، لانه فعلا ما فيش يا جماعه باك رايت عصري، ازاي بيدافع وازاي بيهاجم. المهم وغير كده نقطه مهمه قوي ليكم، احنا ما عندناش فرقه في الدوري المصري حتى لو الزمالك وحش او الاهلي وحش نقول هتاخد الدوري، ودي كارثه. ما عندناش في مصر لو الاهلي وحش والزمالك وحش فرقه ممكن تشيل الدوري والكاس، كارثه. حتى بيراميدز اللي معاه الفلوس، حتى الفيوتشر والانديه كلها عليه العوض، لان دوري صفر، دوري مستوى متدني، دوري ما فيش كوره. عشان كده لو الاهلي والزمالك مش في الدوري محدش برضه هياخد الدوري. اذا عجبك الفيديو ما تنساناش باللايك وشير وكومنت والضغط على زر الجرس. السلام عليكم.